Also gleich? تعال ايه ده، خلي العربة، خلي الشنطة. واحدة كمان يا بابا. مهم يا بني ادم انت ده ايه يا عم؟ ايه يا عم انت اللي بتعمله ده؟ في يا عم عربية اهلك انت اللي انت واقف عليها دي. بصور الولايات عادي. ايه بتصور؟ ايه بتصور مع كبوت العربية؟ في حاجة تقف هنا تصور انت قاعد على الكبوت يعني؟ عادي فيها ايه؟ هو اللي عادي؟ على الأرض. فيها ايه يا فندم؟ هو اللي فيها ايه يا باشا؟ وريه كده ايه ده؟ ايه يا عم؟ يلا شوف مروح. يلا. عمو انت بتعمل بابا كده ليه يا عم؟ انت زقته ليه؟ يلا. مش عارف اللي انت عملته ده غلط؟ في ايه؟ اللي انت عملته ده يلا عم انت وماشي واحده من هنا. يا عم كسر الموبايل ازاي؟ اللي انت بتعمله ده يا عم مالكش دعوه يا باشا، خد بالك امشي. مالكش غيرك؟ مالكش دعوه يا عم. اللي انت بتعمله ده يا عم ما يخصكش. يعني ايه ما يخصنيش غير في انت وعربيتك يا عم؟ وري عنك يلا شوف مصلحتك. تعالى يا عم تعالى تعالى ده ايه ده؟ ايه القرف اللي على الصبح ده؟ امشي من هنا يا عم، قول شوف انت رايح فين. الزوق انت مالك انت يا عم؟ تعالى حقك على راسك تعالى. تعالى صورك انا على عربيتي احسن من دي. غرف داهيه ما تزعلش. عربيه اخوك اهي، وبص وان شاء الله ربنا يوعدك بالاحسن منها حبيبي. عايز تجربها تعالى جربها. طب يلا يا شادي بقى صورهم مع صورهم مع بعض. اخد واحده سيلفي معاك بقى. اكيد طبعا. حلوة. عايز تركب جوه ولا معلش؟ ألف سلامة عليك. معلش. تعالى لو عايز تركب، لو عايز تركب العربية تصور صورة حلوة هصورك صورة جميلة. يلا بقى بص أنا هديهم التليفون ده عشان هو عليه صور. لا 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 ده التليفون ده هو اللي بقى بتاعه خلاص. التليفون ده هدية مني ليه. شفتي؟ لا ده كتير. والله العظيم ما في حاجة تكتر عليك. والله كتير. وبإذن الله ربنا هيرزقك بأحلى عربية. سلام تسلم. ده هدية مني ليه. يلا روح لبابا يلا. التليفون؟ برافو عليك. خد بقى خليه معاكي على الله يتكسر منك. الله يا عم شكرا. العفو عليك. تعالى يا عايز تصوري على تعالى تصوري صوره حلوه قوي. يلا كده معايا بسرعه. استني عمو معلش. الحمد لله. ايه يا حبيبي؟ انا عايز صوره كمان وانا بخلص. حاضر عينيا يا قلبي. ثانيه واحده يلا عشان هو كمان يتصور. تعالي. مش عارفين اقول لك ايه والله بجد. حبيبي احنا اخوات. يلا الصوره دي بقى اعمل كده. حلوه قوي. يلا اوبا. بتعرف تسوق؟ تعرف تسوق؟ طب يلا. تعالى عايز تجرب تعالى. لا يا حبيبي. لا والله العظيم دي عربية اخوك. لا 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 تعالى تعالى اسمع الكلام. اسمع الكلام دي عربية اخوك. تسلم حبيبي. تغلاش عليك. روحوا من هناك. روحوا من هناك يلا. يلا بسرعة. بص واكلة منك حتة لايقة عليك. إن شاء الله ربنا يوعدك بالأحلى منها. حبيبي تسلم. حبيبي. استنى أديكوا صورة بقى كده حلوة أوي. جميلة. ناخد واحدة سيلفي بقى. تسلم. الضحكة الحلوة فين؟ حلوة أوي. تسلم. والله ربنا يفرحك زي ما فرحتني انه وعيالي. هي دي جبر الخواطر اهم حاجه. يعني الراجل ده اتهزق من الواحد تاني عشان هو عنده نقص، وده لا يجوز. حرام حرام. كلنا ولا التسعة. ربنا هو اللي رزقنا مش احنا اللي رزقنا نفسنا. دي اهم حاجه يا جماعه. اي حد يقدر يجبر بخاطر اي حد ما يتاخرش. معلش يعني اللي رزقك بعربيه ممكن في ثانيه ياخدها منك لمجرد ان انت شفت نفسك على غيرك. ربك اللي بيرزق ومدي كل واحد مقسم رزقه. انت ممكن بصوره تفرح ناس. صوره صوره انت مش خسران فيها اي حاجه. ربنا يجبر بخاطرنا جميعا. السلام عليكم.